مرحب بالمباراة، انطلاقه ومرور جيد ممكن يستفيد منه المنتخب العراقي. المرور هذا الثاني 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 الثاني، جول جول، ورسول حسين علي يسجل هدف المباراة الثاني، الهدف الثاني لصالح المنتخب العراقي. إذا المنتخب العراقي يسجل هدف المباراة الثاني لصالح المنتخب العراقي، والعراق تتقدم بهدفين نظيفين على المنتخب الكويتي. نتيجة كبيرة على المنتخب الكويتي. شاهد من جديد الانطلاقة والكرة التي لعبت والاستكمال والمرور ثم التسديدة بعد ذلك، والكرة بشكل جيد وسليم وصحي. لاحظ وين المدافعين الكويتيين كانوا، ولاحظ انفرادة المهاجم العراقي والاستكمال بعد ذلك.